النهاردة في 8 الصبح هنتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع والعملات في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظة مصر فأحسن ناس. علي رضا فأنا المصري. وهنقدم نصايح مهمة عشان نتفادى الموجة الجديدة لكورونا. والمذيع الصغير يناقش إزاي نقضي أجازة الصيف بشكل مفيد. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها هنا في 8 الصبح. بنكون معاكم يوميا على مدار ساعتين من 8 ل 10. خلاص كل سنة وحضراتكم طيبين. أسبوع الأعياد خلص، هنبدأ بقى من بكرة إن شاء الله أسبوع جديد بطاقة بأمل بحماس. بقى خلاص ريحنا الفترة اللي فاتت على مدار العشر أيام اللي فاتوا، نبدأ بقى إن شاء الله بكرة بكل نشاط وحيوية. والنهاردة يعني بعد أجازة العيد إن شاء الله بنبدأ مع حضراتكم من جديد 8 الصبح. تعالوا نبدأ مع حضراتكم 8 الصبح زي ما عودناكم يوميا بالفقرة الخدمية اللي بنستطلع فيها مجموعة الأخبار الخاصة بالطقس والمرور، تحديدا بقى في فصل الصيف بيفرق معانا قوي نعرف ايه أخبار درجة الحرارة، في رطوبة ولا لأ. الحمد لله حتى الآن يعني طبعا درجات الحرارة مرتفعة، ولكن نقدر نقول انه الرطوبة مش مرتفعة بشكل كبير جدا. لا الحمد لله حتى بعد المغرب كده بنلاقي انه في هواء وفي انكسار لدرجات الحرارة بشكل كبير جدا. ولكن برضو تعالوا نشوف هيئة الأرصاد الجوية النهاردة بتقول لنا انه يوم السبت هيكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. كمان هتنشط الرياح على بعض المناطق، ده هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. تعالوا نروح نشوف بيان درجات الحرارة ونرجع تاني لحضراتكم. بعد ما اطمنا على أحوال الطقس تعالوا برضو نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية. نعرف برضو هل في الفترة اللي جاية في موجات مثلا أو موسميات اللي هي بتيجي مثلا مش عارفة التنين أو الحاجات اللي احنا بنقعد نسمع عنها الغريبة دي. تعالوا نعرف من الدكتورة منار غانم. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ صباح الخير على كل السادة المشاهدين. الحمد لله تمام. الحمد لله العيد عدى بطقس لطيف جدا جدا على كل يعني المواطنين. عايزين نطمن بقى تكملة الصيف هيبقى أخبار إيه؟ هل في بقى حاجات زي اللي إحنا بنقعد نسمع عنها الموجة اللي مش عارفة اسمها إيه وكده، ولا هيعدي مرور الحلو كده والكرام؟ يعني إحنا بالفعل الحمد لله أيام العيد، يمكن الأيام الماضية كنا بنشهد استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة كانت أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة درجتين، وده متوقع يستمر اليوم.
لكن متوقع من غدا ان شاء الله نبدا في ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحراره، هنبدا نستشعر ارتفاعات درجات الحراره، وده هيستمر معنا على مدار هذا الاسبوع، يمكن كمان متوقع بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. يعني احنا بنقول هنبدا ب 35 درجه مئويه، منتصف الاسبوع توصل ل 37 درجه مئويه. يعني احنا هنتحول من الاجواء اللي احنا كنا بنعيشها، الاجواء الحاره الرطبه، الى اجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترات النهار. مهم جدا نسب الرطوبه في الجو، لان نسب الرطوبه لما بترتفع في الجو ده بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره. يعني احنا هنحس بدرجات حراره محسوسه هتوصل ل 39 درجه مئويه ده خلال الايام القادمه. ده متوقع طبعا على اغلب مناطق الجمهوريه، يعني القاهره الكبرى الوجه يعني البحر. الرطوبه هتعلى، الرطوبه هتعلى، يعني هي الرطوبه هتفضل في المعدلات اللي احنا فيها خلال هذه الايام، لان اصلا الرطوبه عاليه خلال هذه الايام. يمكن احنا ذروه الرطوبه دايما بيبقى شهر 7 وشهر 8، لكن ارتفاع الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه اللي موجوده في الجو ده هيخلينا نحس اكتر بارتفاع درجات الحراره. لكن في بعض الايام هنشهد نشاط لرياح سرعاته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، ده تحديدا بيبقى بعد فتره الظهيره مع دخول ساعات المساء وفترات الليل. ده بيساعد الى حد كبير على عدم الاحساس بنسب الرطوبه، وبالتالي بنحس معاه باعتدال في الاجواء خلال فترات الليل. طب يمكن فترات النهار هي اللي هنحس فيها اكتر بارتفاع درجه الحراره باذن الله. طب ده هيستمر يا دكتور كام يوم يعني، ولا هو ده هيستمر بقى معانا شهر 7 و8 اللي حضرتك بتقوليه ده موجه، ولا ده خلاص اللي هو المرحله اللي جايه فتره السبعه والثمانيه؟ لا، هي تعتبر موجة من ارتفاع درجات الحرارة، هتبدأ من غدا إن شاء الله لحد وهتستمر معانا لنهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. وارد جدا درجات الحرارة تعود تاني للمعدلات، بس خلينا نتكلم إن دايما معدلات فصل الصيف خلال هذا العام هتكون ما بين ال 35 لل 37 درجة مئوية. في بعض الأيام هتكون أقل من المعدلات، في بعض الأيام هتكون أعلى من المعدلات، لكن المهم هو الرطوبة. ارتفاع نسب الرطوبه بالظبط. هو ده العامل الاساسي في فصل الصيف اللي دايما بيحسسنا بالخنقه اكتر ويحسسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره. فمهم جدا خلال الايام الجايه ما ننساش دايما تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. مهم جدا ان احنا لو موجودين في الشارع دايما معانا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من سوائل كتير نشربها بقى عشان الجفاف. بالظبط، انت لو قدر كبير من السوائل والمرطبات، ازازه الميه تبقى موجوده معايا على مدار اليوم كله. مهم جدا ان احنا نبقى موجودين في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه. بقدر الامكان نرتدي ملابس فاتحه اللون بيضاء، ده هيساعدني على عدم امتصاص اشعه الشمس، فبالتالي مش هحس معاه بالارتفاع الكبير في درجات الحراره. بشكر حضرتك الدكتوره منار غانم عضو هيئه الارصاد الجويه، زي النصايح اللي قالتها لنا دكتور منار انه عدم التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر تحديدا للاطفال كبار السن، ان احنا لازم نشرب سوائل كتير، ميه على قد ما نقدر، الاطفال لازم تشرب ميه كتير لان الطفل ممكن ينسى، فاحنا لازم احنا اللي نفضل ان احنا نتابعه 3 لتر على الاقل في اليوم لكل الناس. كمان العربيات ما حدش يركن العربيه تحت اشعه شمس مباشره، ما حدش يحط الادوات اللي هي بتساعد اكتر على الاشتعال زي الولاعات والبرفيومز. فبالتالي الحاجات دي نصايح اساسيه لازم ان احنا نتبعها في شهر الصيف. طيب تعالوا نروح للمرور بقى، النهارده السبت اخر ايام الاجازه الخاصه بالعيد. طبعا الفترة اللي فاتت كان الشوارع فاضية وجميلة، واللي عايز يروح مشوار من أقصى اليمين لأقصى الشمال كان بأقصى حد نص ساعة لو عايز تروح من المهندسين للتجمع مثلا. ولكن طبعا خلاص احنا بكرة يوم جديد ونشاط وشغل، فطبعا ده أكيد هيكون ليه تأثيره. النهاردة السبت برضو ممكن نتوقع انه بعد صلاة الظهر انه الناس بقى هترجع من الساحل، اللي هيرجع من اسكندرية او المدن الساحلية، اللي راجع من الأقاليم والمحافظات المختلفة بعد ما قضى أجازة العيد مع أسرته، فبالتالي ده أكيد هيكون ليه تأثيره في المحطات الأتوبيس والقطارات ووسط البلد، فأكيد ده هنشوف ليه تأثير كبير جدا جدا في الشوارع. ولكن تعالوا نروح نشوف دلوقتي عن طريق جوجل ماب ساعات الصباح الأولى الساعة 8 الصبح إيه الأخبار. بنتوقع دايما إنه الساعة 8 الصبح دي بيبقى لسه الناس ما اتحركتش، لسه ما صحيتش يوم أجازة، فلسه يعني ما حدش اتحرك من بيته. ولكن هنشوف ده أهو عن طريق صلاح سالم، اللون الأخضر هو اللي مسيطر على الخريطة حتى الآن. هنتوقع زي ما قلت لحضراتكم بعد صلاة الظهر هيبقى فيه زحام، فبالتالي اللي ما عندوش مشوار ضروري قوي النهاردة ممكن ان هو يقضيه في البيت او
في المحيط اللي جنبه. احنا على كوبري 6 اكتوبر دلوقتي. عايزه اقول انه تحديدا عند المحور اللي احنا دلوقتي هنعدي من عند المحور، لانه في دلوقتي اصلاحات بتتم على طريق المحور للي راجع من اكتوبر نازل على ميدان لبنان. المحور مقفول، فبالتالي لازم تاخدوا الدائري. دي نصيحة، عشان كان طول الفترة اللي فاتت من بداية العيد تمت أو بيتم الإصلاحات، حتى الآن لسه الإصلاحات مستمرة، فبالتالي محدش ياخد المحور. اللي عايز يرجع من أكتوبر للمهندسين أو ميدان لبنان ياخد طريق الدائري. آدي زي ما حضراتكم دي الخريطة اللي اطمنا بيها على الطرق. تعالوا نروح نشوف دلوقتي أسعار الخضار، الفاكهة، العملات الأجنبية، أسعار الذهب ومواقيت الصلاة. تعالوا نروح دلوقتي لزميلتنا سالي تراد، هتاخدنا في جولة في محافظة الإسماعيلية، إحدى مدن القناة. النهاردة سالي هتعرفنا أكتر عن فن السمسمية، وطبعا الإسماعيلية معروفة جدا جدا بفن السمسمية. هنروح لسالي في الإسماعيلية، وبعد كده بعد الفاصل هنستكمل فقرات 8 الصبح. يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني، يا دنيا سمعاني كنالنا وبحرنا وداخرنا وعزنا واللي بنوه قبلنا أجدادنا وأهلنا. كلمات حماسية اتغنت من سنين كتير فاتت على آلة السمسمية، الآلة اللي ارتبطت نغمتها بالمقاومة والبهجة ورفع الروح المعنوية. والنهاردة احنا متواجدين في بيت السمسمية، مدينة الإسماعيلية الجميلة، علشان نتعرف على تاريخ السمسمية الإسماعيلاوي ونسمع أجمل الأغنيات. السمسمية قالت كل الألوان، السمسمية غنت للعريس والعروسة، للفرح عامة، أغاني كتير، وغنت طبعا للثورات، وغنت طبعا للجنود على الجبهة، غنت كل حاجة، أي لون السمسمية غنته، أي أصلا طبق، طبق اللي هو الصاج بتاع الأكل اللي إحنا بناكل فيه ده، أخد بالك، مشدود عليه جلد أرنب أو جلد ميثا، والعرضتين الخشب بتوعها والعرضة اللي فيها المفاتيح. دي وقبل دي كمان كان في حاجه ثانيه، يعني قبل السمسميه الطبق كان في القرع والحاجات دي بتعمل من حاجات كده، وبتبقى السلوك بتاعتها من امعاء الحيوانات لمؤاخذه، انما دلوقتي لازم بقى بنعملها من مفاتيح خشب عشان تبقى جامده. تطورت مع السنين، واما صغرنا الحجم بتاعها ف
فعشان كده اتسمت سمسميه. آلة السمسميه اصلا بتميل انها فرعونيه، في آلتين في المعابد، آلة الجنكو وآلة الهرب، دي السمسميه اقرب حاجه ليها بالنسبه للشكل، بس هي طبعا تطورت. بالنسبه لمنطقه الكنال هي طبعا جت مع حفر قناه السويس عن طريق البحر الاحمر ونقلها واحد نوبي للسويس اسمه عبد الله كبربر، وبعد كده جه عبد الله كبربر دوت جه اسماعيليه، هو صاحب بشره سمراء لانه نوبه طبعا، فجاء هنا قعد مع محمد فرج برضو اصحاب بشره سمراء علموا السمسميه، وبعد كده توارثها الاجيال اللي بعد كده. انا عن نفسي انا محافظ على آلة السمسميه وعامل الفرقه دي عشان احافظ على التراث بتاع اسماعيليه او تراث السمسميه عامه في منطقه الكنال كلها. فكونت الفرقه في 2011 باحمد وابتهال مبدئيا لان هم اولادي في البيت حفظوا، وبعد كده ابتديت ان انا بقى ايه اشكل الفرقه عليهم هم. من وانا صغير كنت بحب ايه اسمع الناس بتوع السمسميه بتوع زمان دول، ويا طبعا يعني زي ما بيقولوا شرباني بالمعلقه. كان في بعض بروفات بتحصل عندنا في البيت، فمن خلالها انا كنت بحفظ الاغاني دي، ومن خلالها بدات اغني معاهم، فبابا اكتشف الحاجه دي فيا وانا معاهم في البروفات. بدات معاهم في الفرقه شويه، كانت في قصر الثقافه الاسماعيليه، وبعد كده بقى كانت في مكتبه سوزان مبارك او مصر العامه. بعدها بابا بقى كون الفرقه في 2011، من خلالها اتعرفت اكتر من خلال السمسميه كاول بنت تغني سمسميه. السمسميه بالنسبه لمدن القناه عموما غذاء للروح، يعني بتجذب اهل اسماعيليه، اهل بورسعيد، اهل سوس، وحتى معظم جمهوريه مصر العربيه بتعشق حاجه اسمها السمسميه. من البدايه بتبقى حاجه زي ضمه كده، بنقول بتقال عليها ضمه، دايره كامله بعازف السمسميه وطبال وممكن رق كورال، كل اللي موجودين بيغنوا معانا، فبتبقى كل يعني بتبقى محبوبه للكل. السمسميه السويسي بتبقى الريتم بتاعها غالبا سريع، يعني الايقاع بتاعها بيبقى الريتم بتاعها سريع. بورسعيد غالبا برضو العكس، بيبقى الريتم البطيء. احنا بناخد ده وده لان احنا في النص، السويس كده وبورسعيد كده، احنا في النص، فبناخد من هنا وبناخد من هنا. رجعنا لحضراتكم من جديد، تعالوا بقى ننطلق بالفقرة الإخبارية اللي بنستطلع فيها أهم الأخبار اللي حصلت في آخر 24 ساعة. أولى أخبارنا الهامة إنه بيتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وأيضا التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وأيضا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تعالوا نروح لخبر تاني مهم، إنه قررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر يوليو الجاري، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرع على مستوى الجمهورية،
بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية، وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%. وتواصل منافذ الأمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري، تخفيفاً عن كاهل المواطنين، وهذا يعني تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تمديد مبادرة كلنا واحد حتى نهاية يوليو. طيب تعالوا بقى نروح للأخبار الخاصة بدخول بقى الجامعات، وخلاص امتحانات الثانوية العامة خلصت الحمد لله، وفي انتظار إعلان النتائج. خلاص الفترة اللي جاية هنبدأ نسمع النتائج والتنسيق والجامعات والكليات اللي هي بتقبل بلس أو الإضافة إلى الدرجة بتاعة المجموع، بيبقى فيه اختبارات، عشان كده قرر مجلس الأعلى للجامعات عن بدء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات اللي يستلزم الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكلية. طيب ده أكيد بعد انتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل إعلان النتائج، وده وفق للإجراءات القبول المطبقة في العام الماضي دون تغيير. وفي إطار آخر، كان المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء كليات السياحة والفنادق من قوائم الكليات اللي بيشترط بها القبول اجتياز اختبارات القدرات. فده برضو من الأخبار المهمة اللي أكيد كل يعني طلابنا من الثانوية العامة منتظرينه. فلسه يعني ما زالت لسه بعض الامتحانات شغاله لابناء الثانويه العامه، في امتحانات خلصت وفي امتحانات لسه مستمره، فبالتالي اكيد بنتمنى التوفيق لكل طلابنا من الثانويه العامه. طيب برضو من الاخبار الخاصه بالتعليم انه وزاره التربيه والتعليم اكدت بدء امتحان الدور الثاني لتلاميذ الصف الرابع ابتدائي، هيبقى من بكرة 17 يوليو وهتستمر على مدار 5 أيام. والوزارة وزارة التعليم أعلنت عن جدول الامتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني، وده وفقا للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، وده هيبدأ بامتحانات اللغة العربية والتربية الدينية. طيب للأسف مع يعني تصاعد مرة أخرى لموجة كورونا في العالم، بدأت تعود مرة أخرى بمتحور جديد. بدأنا نسمع عن إصابات جديدة، كنا يعني على مدار الشهور اللي فاتت كنا بدأنا نرتاح منها شوية، بدأت الانخفاض الإصابات والوفيات في العالم كله، أكيد مصر جزء من العالم. للأسف بدأت تعود مرة أخرى كورونا بالموجة السادسة، وعشان كده في المقابل ده وفي مقابل عودتها أعلنت الحكومة المصرية بعض الإجراءات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، العودة مرة أخرى بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية. عشان كده أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار منع دخول أي راكب بدون ارتداء الكمامة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة فورية قدرها 50 جنيه، ده طبقا للقانون. وده طبعا أكيد في إطار التصدي للموجة السادسة للأسف من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الركاب خلال فترة تواجدهم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق. طبعا يعني الكورونا حتى الآن العالم كله لم يتوصل يعني علاج محدد للكورونا أو أسباب محددة لانتشارها، هي بتذهب وبتعود مرة أخرى طبقا ما نعرفش لغاية دلوقتي. هل يعني احنا كنا رابطينها الأول بالبرد وفصول الشتاء، للأسف هي بدأت ترجع تاني في فصل الصيف، فبالتالي انه بعض الأقاويل اللي كانت بتقول انها مرتبطة مع البرد وفصل الشتاء وارتفاعها وذروتها بيجي مع ارتفاع ذروة الشتاء، لا بدأنا نشوف انه بالعكس كانت فصل الشتاء منخفضة شوية وبدأت انها ترجع تاني اهو فصل الصيف.
مش فاهمينها حتى الآن. المتحاورات الجديدة عمالة بتشتغل مع بعض، بنسمع عن موجات. في الأول وفي الآخر هي يظهر هتبقى أو هيبقى الفيروس كورونا ده زي كده الفيروس بتاع البرد أو الفيروسات الموسمية بتاعة البرد، ما نعرفش هيجي إمتى، شتاء ولا صيف. ولكن بشكل عام إحنا لازم نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية، تحديداً في الأماكن المغلقة والزحمة زي المترو. والحكومة المصرية عاملة قانون وقرار إنه اللي مش هيلتزم هيدفع غرامة مالية قيمتها 50 جنيه. أعتقد إنه سلامتنا والحفاظ على صحتنا مش محتاجة حد يقول لنا أو مش محتاجة حد يفرض علينا غرامات. المفروض أنا اللي بلتزم من نفسي، يبقى عندي الرقابة الذاتية. ولكن يعني في بعض الناس بتلتزم بهذه الإجراءات، فبالتالي أرجوكم نلتزم بإجراءات الاحترازية تحديداً في الأماكن المزدحمة. طيب تعالوا نروح لخبر تاني. الحقيقة إنه طبعاً مواقع التواصل الاجتماعي والأبليكيشنز بقى شيء ضروري في حياتنا، لا غنى عنه وما نقدرش نقول نمنعه، ولكن نقدر نقول ان احنا هنعمل له كنترول، او التطبيقات اللي بتبقى موجوده اللي ممكن تكون بتستغل او بتستخدم لسرقه اموالنا وسرقه خصوصياتنا على موبايلاتنا. ظهر الفتره اللي فاتت بعض الابلكيشنز دي قالوا انها بتسرق حساباتنا البنكيه وبتسرق اموالنا اونلاين، وده اللي قاله موقع صيني اسمه GIZ China. اوكي، الباحث الالماني ماكسيم انجريو قال انه في بعض التطبيقات اللي موجوده على الاندرويد في جوجل بلاي بتخلي انه البرنامج ده ضار جدا جدا. ايه هو البرنامج المصرفي ده اللي بيسرق الحسابات او فلوسنا؟ ده عايزين نعرفه من المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس. صباح الخير عليك استاذة وعلى الساده المشاهدين. صباح النور على حضرتك. هم كانوا قايلين ان هم تقريبا 4 تطبيقات ولا 6 او 8، هم كان مكتوب 8، هم كان مكتوب في الخبر 8 وان كان تم حذف 6 وتبقى 2. طيب هل ممكن حضرتك تقول لنا على اسمائهم؟ هم الاثنين اللي كانوا متبقيين، واحد اسمه فاني كاميرا والثاني اسمه رازر كيبورد. دول بيعملوا ايه يعني ابلكيشن؟ دول اتشالوا. هم هو بعد نشر الخبر امبارح على الموقع الصيني تم حذفهم يعني بالامس. اوكي، متبقي حاجه؟ المفروض كده مش متبقي حاجه معروفه. اوكي طب بس هي النقطه، تعالي اعرف منين التو ابلكيشنز. من اسم التو ابلكيشنز هو ايه الموضوع؟ دايما اللي بيلجا الى هذه الخدعات او ان هو بيحط جوه الابلكيشن الران سام وير او التطبيق الخبيث اللي بيبقى موجود جوه الابلكيشن، بتبقى كلها ابلكيشن حاجات كلها حاجات ظريفه وخفيفه وملهاش اي لازمه. فاحنا النهارده بنتكلم على فاني كاميرا، هو كاميرا برنامج كان بتتصوري منه علشان خاطر يحط لك فلاتر، يزود لك، يغير لك شكل الصوره، يزود لك حاجات على الصوره بتاعتك، يحسن لك الصوره، يعدل فوتوشوب يعني حاجه زي الفوتوشوب كده، بس حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا. ويبتدي يديك الخدمات بتاعته، يقول لك لا اصل الخدمه دي بفلوس، فانت لازم تسمحي لي اني اخد الكارت بتاع البنك بتاعك عشان اخد اشتراك الابلكيشن. ولو في الحاله دي خد الكارت يبتدي هو يخصم منه تلقائي بكميات كبيره جدا، والحاجات سريعه جدا بيبقى موجود جوه الستاندرد بتاعته، ان هو مثلا هيخصم مني كل يوم $5 بس موجوده في حته متضايقه، انت مش باينه لك. او ان هو بيخصم منك من على فاتوره التليفون مباشره. فاتوره التليفون بمعنى ايه يعني؟ على شركه الاتصالات؟ على شركه الاتصالات. بيبقى في بعض الاتفاقيات بين شركات الاتصالات وشركات تطوير البرمجيات ان هو ياخد قيمه الاشتراك من خلال. بس الابلكيشن ده ابلكيشن مش حراميه صح؟ يعني ابلكيشن يعني بمقابل مادي انا باخد خدمه معينه، ففي اتفاق ما بين شركه اتصالات على شركه محترمه، ولا تقصد حضرتك ايه؟ يتم استخدام بعض الثغرات في هذه الاتفاقيات، يبقى الاتفاقيه ظاهرها
بين شركه، يعني شركه الاتصالات مش شريك معاه. مش فاهمه من الحته دي يا باشمهندس. يعني شركه الاتصالات زي حضرتك، ما هو بياخد، ما هو النهارده حضرتك اللي بياخد منك رقم الكارت بتاع البنك، ما هو في اتفاق بينه وبين البنك، هل البنك شريك معاه؟ لا، هو بياخد اللينك دوت او رقم البطاقه ويبتدي يستخدمه استخدام خاطئ او استخدام ضار بيكي. اوكي ماشي، وبيدعي في الاخر ان انت موافقه، لان انت في الاجريمنت وانت بتنزلي الابلكيشن وافقتي على كل حاجه. طب معلش، واحده واحده، الابلكيشنز اللي قدامي اللي تم الغائها مثلا، فور اكزامبل يعني للمثال، هل الابلكيشنز دي اللي تم الغائها وانها حراميه وبيسرقوا، دول عاملين بروتوكول مع شركات الاتصالات؟ بيبقى مش بروتوكول مباشر، بيبقى هو اوريدي في اتفاق بين، بيبقى واخد زي حساب او واخد يعني حاجه ظاهره لشركه الاتصالات ان هي حاجه عاديه وتطبيق عادي. وبس ما بيبقاش قايل لشركه الاتصالات ان هو هيسيء استخدام هذا الايه، هذا الاتفاق او هذا البروتوكول. طب هنا شركه الاتصالات دورها مش انها تعرف مين الناس اللي عامله معاها الاتفاق ده، وهل هي ايه استخدامها، ولو اكتشفت ان هو اخترق بالضبط. يعني لما الناس بتشتكي الشركات الاتصالات بتجري ورا هذا الموضوع، بس في الاغلب انت ما بتاخديش بالك، يعني بالذات في قصه الفاتوره وفي قصه السحب من رصيد التليفون انت ما بتاخديش بالك. بيبقى مثلا زي لو انت تليفونك مش فاتوره، تليفونك خط واتسحب وكان فيه موجود 20 جنيه، فجأة الرصيد بتاعك اختفى. والناس تقول انا رصيدي خلص في ايه، وتتهم شركات الاتصالات بان هي ما هو ده بقى حضرتك بتوضح لنا بعض الشكاوى اساسها ايه. بالظبط. فانت لو دققت في الموضوع وابتديتي تمشي ورا الفلوس دي راحت فين، ممكن تلاقيه بقى ظاهر لك في، لا اصل انت استخدمتيه في انترنت جيمنج. طب حضرتك انا ما بلعبش. طب انا اعمل ايه؟ طيب يعني انا كيوزر بقى ومستخدم، انا احمي نفسي ازاي لو شركه الاتصالات يعني عامله الديل ده سواء بالظاهر؟ اغلب شركه الاتصالات لما بتشتكي لها يعني بنسبه 80% بترجع لك الرصيد. تمام، بس الاسلم بقى ان احنا نرجع للاساس في الموضوع، ان التطبيقات اللي ملهاش فايده مباشره ليا لو سمحتوا ما ننزلهاش. لان وجودها على التليفون، ان في منهم بعض التطبيقات بيستغل مثلا ان انت لاي سبب من الاسباب صورتي رقم الكارت بتاع البنك بتاعك. وبيخش يقدر يقرا الصور ويحلل الارقام ويحطها في الداتا عنده ويبتدي يستخدمها بعد كده. احنا الحل الاسلم، انا بس شرحت للساده المشاهدين هو القصه بتتم ازاي، لكن الاسلم التطبيقات اللي احنا بتاعت الهزار وشوف نفسك بعد 20 سنة وشوف نفسك بعد 50 سنة وصور نفسك بالكاميرا وهنعدل لك مش عارف ايه او هنزل لك خلفيات جديدة، كل الحاجات اللي هي ملهاش استخدام مباشر فايدة مباشرة ليا، في الاغلب هو ما بيدينيش حاجة ببلاش. فانا هكون انا الثمن في الاخر، انا يا هكون ثمن الحاجة دي من خلال البيانات اللي موجودة على التليفون، يا هكون الثمن انه هيتم يستغلني في ان هو يوجه لي اعلانات. اللي حضرتك بتقول عليه ده على كل انظمه التليفونات ولا الاندرويد فقط ولا الاي او اس برضه؟ هو للاسف الاندرويد هو اكس، يعني هم للاسف الاندرويد معاملات الامان عندهم اقل كتير من الاي او اس. فما بيتمش فحص التطبيقات، بياخدوا التطبيقات بالشكل الظاهر بتاعها. لما حد زي الخبير امن المعلومات الالماني اللي اكتشف هذه الثغرات وبعت لجوجل في شهر 6/2021 من سنه، تم حذف 6 وما حذفش 2، وحذف امبارح الاثنين لما تم الاعلان عن ده اللي معلن عنه كمان، غير بقى يعني ما خفي كان اعظم. حتى كمان المشكله ان اللي وجدهم مش جوجل نفسها، باحث اخر، اللي وجدهم باحثين اخرين متطوعين يعني مهام، يعني شغلتهم ان هم يقعدوا يدوروا. انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل اللي بيعمل الابلكيشنز افراد ولا قراصنه مجموعه شركات في يعني انا عايز افهم هويه الشخص اللي عمل ابلكيشن اكس وبيسرق الاكونت، شخص كده قاعد في البيت عامل ابلكيشن في بيته ولا ايه بالظبط؟ بيبقوا في الاغلب هاكرز عاملين الابلكيشن، لان حاجه لو دخلنا لو شفنا التطبيقات اللي هم كانوا نازلين، يعني انا دخلت بصيت على الثمان تطبيقات كلهم، لما تشوف الايميل بتاعتهم ان لو انت عايزه تكلميهم ضمن الاشتراطات من جوجل ان انت بتحطي الايميل بتاع المنشئ التطبيق.
وكل الايميلات بتاعتهم ات جيميل، حتى مش ويب سايت شاريه، فمعروف مين اللي شاريه ووضعه ايه. لا طب هرجع للسؤال الاولاني، شركات الاتصالات بتتعاقد مع الافراد دي؟ لا امال شركات الاتصالات بتتعاقد مع شركات برمجيات، وشركات البرمجيات دي بتعيد بيع الخدمه تاني للاشخاص دول. دي لفه بصراحه، لفه طويله. بالظبط بالظبط بالظبط. ما هو اللي بينصب على حضرتك وبياخد منك رقم الكارت هو مش متعاقد مع البنك. هو بيوجد سبيل او طريق لانه يستغل الكارت بتاعك ازاي، او انه يوجد طريق ان هو يستغل اتفاق بين شركه اتصالات وبين شركه تانية مقدمه خدمه انه يبتدي يستغل هذا الموضوع. ونظرا لضعف المراقبه في جوجل فبيتم استخدام هذا الموضوع بشكل اوضح. والمشكله هو الحقيقه هي المسؤوليه تقع على الجميع، وانا يعني المفروض ان شركات الاتصالات بصراحه تتحقق من الابلكيشنز دي والاشخاص، والمفروض انه اللي بيبيع الابلكيشنز الافراد دي المفروض برضو يبقى عنده امانه، والمفروض بقى احنا كاشخاص يبقى عندنا برضو يعني احنا اللي يبقى عندنا كنترولنج مع نفسنا، بفكره انه انا ما اعملش اي ابلكيشنز على الموبايل بتاعي. بس هنقول ايه يعني، هي دي الابلكيشنز اللي بتشد الناس، فكره الفوتوشوب والحاجات اللي هي السناب شاتس ومش عارفه ايه وايه، ويلعبوا على السوشيال ميديا. لانه للاسف يعني حتى بالابحاث والدراسات السوشيال ميديا والابلكيشنز في الشرق الاوسط مع العرب تم اساءه استخدامها بشكل من اليوزرز نفسهم بشكل سيء جدا جدا. يعني لو هنروح لاوروبا هنروح لامريكا هنروح لاسيا ما بيستخدموش الابلكيشنز بالطريقه دي، ولا بيستخدموا الابلكيشنز بالشكل ده. حتى الابلكيشنز اللي اتعملت في الصين وبتاع كانت معموله لماركتنج تول لشركات، مش معموله ان احنا نقعد نعمل كده بشكل. هنقول ايه بس هو ده بقى سمة العصر، والجيل الجديد بيحب الحاجات دي. على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على نفسنا، وما ينفعش ان احنا ننزل هذه الابليكيشنز، ولو هننزلها ميبقاش بقى الابليكيشن ده عليك اكاونت بتاعي، يبقى موبايل خاص كده او تاب كده خاص بالحاجات اللي هي الهزار واللعب والحاجات اللي خاصة بالاكاونتس بتاعتنا الحسابية والبنكية، تبقى بموبايل تاني يعني كلير او بيور يعني. طيب بشكر مهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات على هذه النصائح. تعالوا نروح لنصائح تانية برضو مهمة جدا، يعني الحقيقة دراسة جديدة نشرها موقع اسمه برايت سايد. برايت سايد قال انه مع اننا لسه عايزين نسأل الدكتور ان الموضوع ده مهم جدا، فكرة استخدام الصابون ساعة الشاور بيقول انه بيضر بالبشرة، وانه احنا نستحمى بالميه بس لانه ده بيوازن الطبقه الواقيه للبشره، وانه الصابون بيزيل الحاجات اللي هي الديرتي اللي على جسمنا وبينظف البشره، ولكن في المقابل بيشيل الزيوت الطبيعيه اللي بتفرزها بشرتك اللي هي بتؤدي الى نعومه بشرتك والحفاظ على البشره بقى، وبتعمل توازن درجه الحموضه في بشرتك وكلام يعني كبير كده. عايزين نعرف من الدكتورة إيمان سند أستاذ الجلدية في كلية الطب جامعة بنها. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور، يا أهلا بيك يا داليا. صباح الفل. دكتور، الواحد لو ما استحماش بصابون وليفة ما يبقاش خلاص، يعني نعمل إيه؟ هو الكلام اللي حضرتك قلتيه طبعا فيه جزء كبير جدا جدا من الصحة، بس مش لدرجة إن أنا ما استخدمش صابون خالص أو ما استخدمش ليفة خالص. حلو. لا، إحنا ممكن نستخدم صابون يناسب نوع بشرتي، وفي نفس الوقت برضو أستخدم ليفة اللي ما تكونش يعني ليفة ناشفة زيادة تقوم تجرح لي الجلد وتعمل إزالة للطبقة الواقية اللي موجودة بصورة طبيعية على الجلد. فكده انا بستخدم يعني حاجه هتفيدني اكيد، وخصوصا في جو مطرب الحقيقه زي جو بلدنا. اغلب الاماكن عندنا بتكون مطربه، الواحد لو لابس قميص ابيض بيرجع البيت بيلاقي لا القميص يعني خلاص لونه اتغير اتوسخ، محتاج ان هو يغيره. نفس التراب اللي موجود على الشيرت اللي انا لابساه هو برضه موجود على جلدي وبدرجه اكبر، فبالتالي مهم جدا ان انا لازم استخدم وسيله جيده لتنظيف الجلد. طب في فترات الصيف الواحد بياخد شاور واثنين وثلاثه لانه الحر بيخلي الواحد بيبقى عايز ياخد شاور طول الوقت، هل استخدام الصابون ده او الشاور جيل، وحضرتك برضو تقولي لي استخدم الصابون ولا الشاور جيل وبيفرقوا، ولا ده ماركتنج تول يعني بيضحكوا علينا، بيفرق؟ فهل استخدم المنظفات دي مرتين ثلاثة براحتي، ولا هي مرة واحدة في اليوم وبقية الأيام مية بس، أو بقية قصدي اليوم مية بس؟
لا خليني اقول لحضرتك ان بقيه اليوم طبعا ميه بس، وان انا استخدم الصابون بقدر الامكان يوم بعد يوم، لان مساله الطبقه الواقيه اللي موجوده على الجلد دي يعني طبقه في غايه الاهميه، بتحافظ على الجلد، بتحافظ على نعومته، وبتحافظ على ان ما يحصلش فيه حساسيه او احمرار او تشققات. ده غير كمان طبقه البكتيريا اللي موجوده بصوره طبيعيه او فسيولوجيه على الجلد اللي بنقول عليها البكتيريا الحميده، دي بتفيد الجلد والمفروض انها تكون موجوده. لو بنعمل شاور كتير كذا مره في اليوم او في بعض الاحيان الشاور اليومي بالليفه سواء الصابون او شاور جل، هي ماسكينج تول، ما نقدرش نقول ان هم فيهم فرق كبير، لا خالص. الوسيله اللي انا برتاح فيها اكثر بستعملها. انما طبيعه الصابونه او طبيعه الشاور جل هو ده المهم، لان لازم نكون كلنا مستوعبين ان في شاور جل وصابون واحد مش فارقه. واحد. طب صابونه الجليسرين بتفرق ولا برضو عادي ولا اخف واحن؟ لا صابونه الجليسرين هتساعد على الحفاظ على الطبقه الواقيه اللي موجوده على الجلد. الطبقه الواقيه دي عشان نبقى مستوعبينها، هي طبقه رقيقه جدا شفافه طبعا ملهاش لون، بتفرز بالدرجه الاولى بالغدد الدهنيه اللي موجوده في الجلد. الغدد الدهنيه متوزعه على جسمنا كله ما عدا الكفين والقدمين، دول ما فيهمش غدد دهنيه. تمام. دول ما فيهمش غدد دهنيه. انما ما عدا ذلك الغدد الدهنيه موجوده في فاص الجلد كل في الجلد في كافه اجزاء الجسم، ولكن بتزيد في مناطق الوجه، وعشان كده بعض الناس وشهم دايما دهني في الظهر في الصدر، دي اماكن بشكر حضرتك الدكتورة إيمان سند أستاذ الجلدية في كلية طب جامعة بنها. استخدام الصابون والشاور جيل ممكن مرة واحدة في اليوم، استخدام الليفة الطرية الحنينة دي مش الناشفة قوي. دي كانت النصيحة الرئيسية لي الدكتورة إيمان. تعالوا الخبر تاني برضو خدمية، إنه أعلن السيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية. تفاصيل أكتر مع الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا، صباح الخير يا أستاذة داليا، وصباح الخير على السادة المشاهدين والمتابعين. صباح النور. اخبار بقى التفاصيل الخبر ده يا دكتور. هو زي ما حضرتك تفضلتي، ما اعلن السيد القصير بدء الحمله القوميه يوم الخميس او الامس للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وضد مرض حمى الوادي المتصدع في 27 محافظه. دي بتاتي طبعا للسيطره على الاعتراف المتحوره من مرض حمى القلاعيه، كذلك لمنع دخول مرض حمى الوادي المتصدع من دول الجوار. طيب وده هيستمر على فترات الفتره اللي جايه فقط ولا هي مستمره طول السنه؟ لا، هي حملات التحصين دي هي حملات بنعمل 3 حملات في السنه، دي الحمله الثانيه. ودي احنا بنعملها بتاخد حوالي شهر شهر ونص كده لحد ما نوصل لاكبر تغطيه من التحصين للحيوانات. وعشان كده احنا بنناشد طبعا الساده المربين اللي هم يقدموا لنا الحيوانات بتاعتهم للتحصين ضد هذا المرض. طيب ايه مواعيد العمل علشان خاطر الناس اللي بتربي ماشيه دلوقتي او مواشي، ممكن تيجي لحضراتكم امتى واماكنكم فين؟ حضرتك احنا شغالين من اول دور، من اول ضوء نور لحد اخر ضوء نور. من خلال لجان ثابته ولجان متحركه. اللجان المتحركه بتتحرك من باب لباب ومن بيت لبيت، وفي لجان ثابته دي بتكون موجوده في الميادين او في اقرب وحده بيطريه يتواصل معاها، ولو ما فيش وحده بيطريه جنب الساده المربين يتواصل معانا على 19561، ده الرقم الساخن بتاعنا. 19561 19561 ده الرقم الساخن بتاع وزاره الزراعه، صحيح كده؟ تمام كده، يتواصل معانا واحنا نبعت فرقه التحصين. بشكر حضرتك الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه مره اخرى. اللي عنده مواشي وعايز ياخد التطعيم الخاص بالمواشي 19561. برضو لسه مستمرين معاكم بالحاجات الخاصه باللحوم بقى، برضو بما احنا بنتكلم عن المواشي طبعا، يعني الناس الحمد لله اللي ذبح واللي وزع، ولكن ممكن يتبقى أكياس لسه موجودة.
طيب الاكياس اللي موجوده دي ممكن يكون لسه نصيبها او صاحبها لسه مش موجود او ما جاش. طيب وكلنا خلاص وشبعنا، طب نعمل ايه في الاكياس دي ونخزنها ازاي عشان نحتفظ بيها القيمه الغذائيه؟ الدكتوره اميره سعيد نصار، طبيبه التغذيه الاكلينيكيه بالمعهد القومي للتغذيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور، كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه يا رب. وانت حضرتك طيبه. في اكياس متبقيه لسه اصحابها ما جوش، نخزنها ازاي بشكل سليم بحيث انها لا تبوظ واحتفظ بقيمتها الغذائيه؟ طبعا هو التخزين السليم بيبقى طبعا في الفريزر او الديب فريزر. اللحمه ممكن تقعد في الثلاجه، في قطع منها تقعد من 3 لـ4 أيام على الثلاجه، في الرف على الثلاجه، مع مراعاه طبعا ان انا بحطها في اناء ما يوقعش العصاره بتاعتها على الخضار او الفاكهه او كده. اكتر من 4 أيام 5 أيام يبقى لازم احطها في الفريزر. وانا بحطها في الفريزر بقى اراعي ان انا ما افكهاش او يتم تسيحها اكتر من مره، لان كده بتفقد العصاره بيها وكده بتفقد الفيتامينات وال يعني هي ممكن بتاعتها. تتخزن مده قد ايه مثلا اقصى؟ مش ممكن تتخزن 6 شهور؟ اللحمه نعرف انها تتخزن ممكن 6 شهور. اقصى حاجه ليها في قطع بتقعد 6 شهور في الفريزر. اوكي، دي اقصى مده في ليها من 3 لـ6 شهور. واغسلها قبل ما اخزنها ولا اسيبها بدمها؟ لا لا لا، غسيل اللحمه بيساعد اكتر على نمو البكتيريا. أوكي. لان انت بتحطيها في ماده او وعاء رطب، فدي بتساعد اكتر على نمو البكتيريا، مش بس كده بتساعد اكتر على تلويث الانفايرمنت او البيئه اللي حواليها. فبالتالي اسيبها زي ما هي واحطها في الديب فريزر او في الفريزر؟ بالظبط بالظبط. في شروط بقى عشان نطلعها من الديب فريزر عشان استخدمها او اسيحها او كده عشان ارجع تاني استخدمها للطهي، فدي ليها شروط برضو، دي مهمة جدا. انا النصيحة الرئيسية اللي عايزين نقولها انه احنا نخزن يعني كميات صغيرة لكل كيس بحيث ان اللي اطلعه اخلصه، صح كده؟ دي برضو نصيحة مهمة. بالظبط بالظبط، انا شطورة جدا ان انا اطلع الكمية اللي انا عايزاها. اوكي، فانا اخزنها في قطع صغيرة عشان اللي يطلع ما رجعوش تاني. ده أهم حاجة طبعا، ويا ريت تكون مقطعة، يعني أشيلها متقطعة، ما أشيلهاش بكمية كبيرة أو بستيك واحد أو كمية، يعني تكون مقطعة قطع صغيرة، ده أحسن حاجة طبعا على قد الاستخدام. بشكر حضرتك الدكتورة أميرة سعيد نصار، طبيبة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، نصائح مهمة جدا جدا على موضوع التخزين اللحوم. طيب بما اننا احنا في فصل الصيف والشواطئ والمصايف والبحر، فطبعا ده بيزيد الخطر اكتر، بفكره انه تحديدا مش بيزيد الخطر بس عشان خاطر المكان خطر، لا، عشان سلوكياتنا احنا اللي خطا. الغرق ليه؟ لانه في ناس بتدخل جوه الاعماق فاكره نفسها ان هي ابو هف نفسها، فبتدخل جوه فلا قدر الله ممكن يفقد التوازن، ممكن يفقد زي ما احنا شفنا السباحه الشهيره جدا جالها اغماء غصب عنها، ملاش علاقه بقى انها بتعرف تسبح ولا دي بطله وكانت في بطوله، ولكن حصل لها دروب فجاه، اغماء، ضغط وطي، ضغط عالي، ايا كان، فبالتالي حصل لها مشكله. طيب وخاصة اللي بياخد بعضه وبيسرح جوه البحر مع نفسه لوحده، هو بقى خلاص بيعبر يعني لوحده، مش فاهمة ليه. طيب في حالة بقى انه لا قدر الله لا قدر الله حصل حالات غرق، نفوق ازاي؟ شفنا في الافلام اللي بيعتدنا عليها الافلام العربي والمسلسلات انه لما حد بيغرق نقعد ندوس كده على بطنه علشان خاطر لغاية ما يطلع الميه، هل ده صح ولا غلط؟ هل ده سلوك صحيح ولا سليم؟ لان هو ده اللي بيتم في الشواطئ، وهل ده اللي نعمله ولا بنعمل ايه؟ ده هنعرفه من الدكتورة أماني أبو زيد، أستاذ الأمراض الصدرية والقائمة بعمل رئيس قسم طب التوارئ والحالات الحرجة بقصر العيني. هناخد الدكتورة أماني، ولكن هنروح لإنفوجراف كده أو تقرير معلوماتي عن أبرز الشواطئ الخطرة في مصر اللي فيها يعني عوامل طبيعية بتخلينا ما نقدرش إن احنا نعوم فيها في التوقيت الحالي. نروح نشوف التقرير ده ونرجع للدكتورة أماني. Thank you.
نرجع للدكتورة أماني أبو زيد، أستاذ الأمراض الصدرية والقائم بعمل رئيس قسم طب الطوارئ بالقصر العيني. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا داليا، ازي حضرتك؟ كل سنة وانتي طيبة. صباح النور، صوت حضرتك مشرق ومبهج على الرغم ان كلامنا عن الغرق، بس ده يدي امل لنا ان احنا نتعرف على معلومات صحيحة، لانه الافلام اللي احنا اعتدنا نشوفها هو ده المشهد السائد للتعامل مع الغرق، انه اول ما يطلع الغريق نقعد ندوس على بطنه كده لغايه ما الميه تطلع من بقه. المشهد ده سليم ولا مشهد افلام؟ والله لا، الحقيقه وشكلها كده مشهد افلام. ليه؟ الغرق حاجه ماساويه، لان المفروض ان الاسره رايحه تتفسح ونازله وكده ويحصل ده، وبالرغم زي ما حضرتك بتقولي كل الاحتياطات ممكن يحصل. الحقيقه هو في خطوات مهمه، اهم خطوه طبعا ان انا الاحظ اللي بيغرق، كل ما نقلل مده الغرق كل ما يكون احسن، وده طبعا بيعتمد على المراقبين والناس اللي واخده بالها على الشواطئ او حمامات السباحه، لان دي تفرق جدا في الانقاذ ان انا لاحظ اللي بيغرق، لان اللي بيغرق برضه في الافلام بيقولوا الحقوني الحقوني، هو ما بيلحقش يقول الحقوني، هو بيغطس في القلب كده مرتين ثلاثه وبعد كده خلاص ما بيقدرش، فلازم تبقى عين تبقى شايفاه كويس. تاني حاجه لازم اطلعه بسرعه من الميه، اسرع حاجه، سواء ان انا يبقى عندي اللي هي العوامات الانقاذ ابعتها له بسرعه، او انا اعوم بسرعه، طبعا دي هتبقى ابطا حاجه، وانا اروح له بحاجه واجيبه بسرعه، لان دي برضو بتفرق ان انا اطلعه من الميه بسرعه. طلعته من الميه بسرعه وحطيته على حاجه اقدر افرد فيها ظهره، ده تمام جدا. سؤال، طلعنا الشخص اللي هو كان بيغرق، هنقول ان هو في الماكسيمم يعني كيس اللي هو حاله الغرق، ينام على ظهره ولا يقعد على كرسي اول حاجه؟ لا ينام على ظهره، على الشط، ينام على ظهره، على الشط، على فرده ظهره، وعاده بيبقى مفيش مشكله الا لو بعد الشر دي حادثه قارب ولا حاجه وخايفه ان يكون حصل مثلا كسر في العمود الفقري، وده عاده ما بيحصلش، فهو ينام على ظهره وابص كده الاحظ هل هو بيتنفس في خلال ثواني، وفي خلال ثواني اكون حاطه ايدي على النبض، في نبض ولا مفيش نبض؟ مفيش نبض يبقى هبتدي الانعاش القلبي العادي خالص بتاعي، ان انا اعمل ضغط على منطقه القصف كده بسرعه جدا بطريقه مثلا 100 ل 120 ضغطه في الدقيقه، وبعدين اديله نفسين. الايد بتبقى عامله ازاي بقى يا دكتور؟ الايد بتبقى محطوطه على كف الايد على عظمه القصف واحده، وبحط عليها الثانيه، والضغطه تبقى في حدود العمق بتاعها 5 سم، وادي فرصه كمان للصدر ان هو يرجع تاني طبيعي. والحقيقه يعني دي دوره الانعاش القلبي دي المفروض كلنا ناخدها، وهي متوفره الحقيقه في مصر مراكز كتير جدا جدا بتعملها، يعني على الاقل مدربين الانقاذ تكون عندهم، ونضغط كده ضغطه، وحتى لو تعبنا نجيب حد، واهم حاجه اول ما طلعه من الميه يكون واحد بيجري يجيب عربيه الاسعاف، لان كل ما انا اسرع بانقاذه كل ما لازم يبقى في متخصص في على الشط لانقاذه. يعني مش متخصص نقول نمدح، يعني انا جبت خلاص عرفت ان في غريق وبقول غريق، واحد يجري يجيب عربيه الاسعاف، طلعنا حطيناه على ظهره، يلحق يتصرف، متخصص بمعنى ان هو عارف يتعامل وعنده الدوره اللي واخدها بتاعت الاسعافات الاوليه، حاجات العربيه يبقى فيها امكانيات اكثر شويه، لغايه لما تجيلي العربيه دي اكون انا بعمل ده 30 ضغطه واديله نفسين، 30 ضغطه واديله نفسين. اللهم احفظنا يا رب يا دكتور. طبعا يعني ربنا يحمينا جميعا. الدكتوره اماني ابو زيد، استاذ الامراض الصدريه والقائمه ب عمل رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجه بالقصر العيني، ارجوكم ما حدش يستكبر على الميه، ارجوكم، لانه انا حتى لما ببقى مع اصدقاء او زملاء او اقارب يقول لك لا ده انا هعرف، يا والله ما حد يستكبر على ميه ولا على سواقه، عشان فرده العضلات دي هي اساس القصه كلها، هي اللي بتودينا في الغرق. طيب تعالوا نروح لاحسن ناس واخبار اهلنا في المحافظات. أحسن ناس أدينا بندردش، ورانا إيه ورانا إيه، بنحكي ونفرفش، ورانا إيه ورانا إيه.
تعالوا نروح نشوف جولة سريعة في أهم عناوين ومنشطات الصحافة الدولية. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستأنف معاكم حلقتنا اليوم من 8 الصبح. ابدا يومك صح. هنتوقف شويه مع حضراتكم عند الكورونا. الكورونا فيها كل يوم جديد، والجديد بقى في الموضوع ان في سلاله خفيه، وان كل يوم بنسمع على سلاله ربما تكون مش في الكونسيرن بتاع WHO او منظمه الصحه العالميه، لكن هي بالنسبه لنا مقلقه لان في متغيرات جديده كل يوم عن التاني. المتغير الجديد اللي احنا بصدده وهنتكلم عليه النهارده اللي هو BA5 المنتشر، يا ترى ايه الاعراض بتاعته؟ هل زيه زي الاوميكرون، زي BA2 والBA3 و4 اللي احنا يعني مرينا عليهم كلهم ما شاء الله؟ وهل هو الاكثر خطوره دلوقتي بالنسبه لنا؟ وهل فعلا اللقاحات لا تستطيع التعامل مع BA5؟ دي السلاله اللي مؤخرا اكتشفت فين؟ في الهند، وانتشرت بقى في كافة الدول دلوقتي. واللي احنا عارفينه ان احنا بقالنا 3 أسابيع دلوقتي عندنا زيادة في الإصابات على مستوى العالم حسب منظمة الصحة العالمية، بتصل هذه الزيادة ل 30%. تعالوا نقترب أكتر من الموضوع ونشوف إيه الأعراض الجديدة، ونشوف هل هي مقلقة ولا لا بالنسبة لنا، دونا عن المؤشرات اللي كانت سابقة أو المتحورات السابقة بالنسبة للفيروس بشكل عام ولا لا. تعالوا نقترب من كل هذا وأكثر مع دكتور هاي سمير، أستاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعة بكلية الطب حلوان. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا، نورانا وكل سنه وحضرتك طيبه. احنا بنقعد نقول كل سنه وانتم طيبين لحد العيد اللي جاي. حضرتك طيبه يا رب وكل سنه مشاهدينا. نورانا يا دكتور. ميرسي. يسلم. كل سنه وانتم طيبه. بالنسبه لكورونا بالظبط، عوده جديده، موجه جديده بالنسبه لنا. طيب ايه الجديد بقى بالنسبه لنا؟ احنا عارفين احنا رسميا خلاص عندنا وزاره الصحه اعلنت الموجه السادسه بالنسبه لنا. تمام. خليني اخد من الانترو اللي حضرتك قلتيه ان احنا فعلا كل العالم فيه 30% زياده في عدد الاصابات. نعم. في كل دول العالم، ومع ذلك يعني مش حاسين باي اغلاق او حاسين باي ريستريكشن في السفر. حتى المؤتمرات الطبيه احنا زي ما احنا الناس بتسافر وبتحضر والورك شوبس شغاله. اللي جد ان يعني شويه بيحصل انستراكشنز، هنحاول نرجع نلتزم تاني بالكمامات في الاماكن المغلقه. أيوة. ونحاول نحافظ على نظافه الايدي زي ما كنا ايام الموجه. يمكن ده في جزء مطمئن. ايه المطمئن؟ ان احنا الى حد ما الادوار بقت اقصر شويه. يمكن الحده للناس اللي خدت قبل كده وخدوا الدور الجديد يحس ان هو اقل حده شويه من الاقل طولا، اقل حده. والله لا يا دكتوره. طيب خلينا برضو ناكد على نقطه. يعني طبعا اسال مجرب بقى، فانا اول اللي اتلسع. طب خليني برضو ناكد على حاجه، احنا برضو محتاجين ناكد على التطعيم. يعني لو حضرتك بنسافر او بنحضر اي حاجه بياكد علينا ان احنا نبقى واخدين الجرعه الثالثه فيما لا يقل عن 9 شهور فاتت. 9 ولا 6؟ يعني الماكسيمم 9. الماكسيمم يعني الماكسيمم ما يكونش زاد عن 9 شهور. تمام. فده برضو بيدينا نقطه ان احنا برضو نراجع تطعيماتنا. يعني اللي الطعم في فتره اكتر من 9 شهور هل محتاج ان هو ياخد
حاجه بوستر دوز للتطعيم ولا لا. جرعه تنشيطيه بالظبط. في كمان كلام ان بس الجرعه التنشيطيه دي مش لكبار السن واللي هم الفرونت لاينرز او اللي هم في الصفوف لحد دلوقتي يعني في بعض الدول نزلتها لفوق 60 سنه ان هو ياخد الجرعه الاكسترا اللي هي الرابعه اللي تعتبر الرابعه. بس يعني مش بعيد ابدا ان احنا كلنا ناخدها. يعني يعني لو انا واخده مثلا الجرعه الثالثه بتاعتي من 9 شهور وانا مضطريه ان انا اسافر او عندي اي اضطرار للتحرك خارج مصر هضطر اخد جرعه علشان انا مسافر. الامن في الكلام او يعني ملخص الكلام ان مفيش خوف خالص من التطعيمات، بالعكس. جميل. احنا التطعيمات لسه زي ما كنا بنقول ولسه بنقول هي خط الحمايه اللي انا ما اقلقش منه. طيب هل مع المتحورات ما زالت هي خط الحمايه؟ ايوه. في ظل خبراء الصحه حول العالم لما بيتكلموا على متحور على وجه الخصوص البي اي 5 واخرهم فاوتشي. فاوتشي امبارح كان طالع بيتكلم، وطبعا التصريح ده نشرته الاندبندنت عندها، واتكلم انه حتى اللي جالهم كورونا قبل كده وعندهم اجسام مضاده ده مش معناه ان هم محصنين من البي اي 5، وحتى الملقحين ده مش معناه برضو، حتى اللي هم واخدين البوستر شوت ده مش معناه ان هم محصنين من البي اي 5. عنده حق، وده يمكن احنا ده ابليكابل حتى عندنا في الثقافه العامه في الانفلونزا. احنا فيروس الانفلونزا هو فيروس للجهاز التنفسي. احنا بناخد التطعيم بتاعه مره في شهر 10 كل سنه. تمام. معنى كده ان حضرتك محتاجه نتيجه لوجود تغيرات ما في الفيروس ان انت تنشطي جهاز المناعه بتاعك او ان انت تاخدي الجرعه من التطعيم. زي فيروس الانفلونزا بالظبط. احنا يمكن لفتنا النظر قبل كده ان الفايل حتى بتاع التطعيم بيبقى مكتوب عليه ارقام معينه. دي الارقام الموست كومن السيزون ده. ممكن السيزون اللي بعده يبقى مكتوب عليه ارقام تانية خالص. وهو اسمه تطعيم الانفلونزا بتاع نفس الشركه بنفس الطريقه. تمام. اللي بيحصل ان الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي بصفه عامه فيها نسبه كبيره على الرغم من اختلاف عائلاتها سهل جدا تحورها. دي حاجه مش مقلقه ولا حاجه تخوف، هي حاجه مقلقه بس عشان هل اللقاح قادر ان هو يتعامل مع هذه المتحورات ولا لا. ما هو برضو يعني دي نقطه مش هنقدر نجزم فيها 100% لان زي ما قلنا ده فيروس جديد. فانا علشان اجزم 100% ان هو هيبقى حميني 100% ده مش هقدر اقولها. امال الطرح اللي كان قاله يا دكتور بدون قطع كلام حضرتك بيل جيتس من فتره كده، جه مثلا من شهر وقال احنا عايزين نعمل لقاح طويل المدى يستطيع ان يتعامل مع كافه متحورات الفيروس، هل ده كان من ضرب الخيال؟ يعني كان الطرح ده على اساس ايه؟ بصي هو يعني ما فيش حاجه في الزمن اللي احنا فيه خيال، كل حاجه ابليكابل وممكن كل حاجه ممكن تتنفس وجود التكنولوجيا الكبيره. على المستوى الـ 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 المعلومات الاساسيه هو صعب. يعني لان احنا فيروسات الجهاز التنفسي زي ما قلنا ليها مشكله ان هي ممكن تكون تحوراتها كتير وتغيراتها الجينيه كتير. على مستوى تاني السوبرفيشاليتي او السطحيه بتاعه العدوى بتخلي الفتره اللي جسمي يعرفها، يعني بتدخل الجهاز التنفسي بتدخل عن طريق المناخير تنزل على الجهاز التنفسي من فوق تصيب الجهاز التنفسي اعلى الجهاز التنفسي. وجع في الزور، وداني تتسد، ابقى مش قادره اخد نفسي، مش قادره ابلع. الطبيعه بتاعه ان انا بصيب الجهاز التنفسي على مستوى سطحي دي برضو بتاثر على رد فعل المناعي. بمعنى ان انا الجسم عشان يتعرف على الفيروس ويحط ضده الخطوط المواجهه اللازمه اللي هي جيوش كتير جدا سبحان الله بتترتب في سلسله زي الكاسكيت كده ورا بعض. لازم خليه تعرف الاول وتروح على الغدد الليمفاويه وتستدعي خلايا اخرى بشكل عنقودي. بالظبط. ده ممكن ياخد له فتره اسبوعين لثلاثه على ما الاجسام المضاده تبتدي تظهر في جسمنا للفيروس اللي هو شغال دلوقتي حالا. الطبيعه بتاعه سطحيه العدوى دي بتخلي برضو جهاز المناعة في بعض الريستريكشنز أو بعض التحفظات فيه في شغله، في طريقة شغله مخلية التعرف على الفيروس وتكوين الميموري أو تكوين الذاكرة ضده مش زي أنواع العدوى الأخرى. فده برضو عامل لازم نحطه في الاعتبار لكل الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي.
حلو جدا. نيجي بقى ندخل في موضوع المناعة وموضوع ما له علاقة بقى بأنه الفيروس الجديد أو المتحور الجديد ممكن هو يتعامل مع أي حاجة، يعني هو فايت في الحديد زي ما احنا بنقول كده. فإحنا بالنسبة لنا عندنا شوية أعراض قالوا عليها كل خبراء الموضوع ده في العالم، فعايزين نتوقف عندها. إيه بقى الأعراض الجديدة بالنسبة للمتحور الجديد؟ إحنا مش هنقدر نقول عليه 100% أعراض جديدة، بس هي أعراض بتصيب الجهاز التنفسي العلوي. أعراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي زي الأوميكرون عادي؟ هي هم أعراض كتير جدا. يعني طبعا كأي فيروس بيبتدي ممكن بارتفاع شوية في درجة الحرارة، شوية همدان ووجع في الجسم، شد في العضلات. شد في العضلات، شد في العضلات، ده الماسل ايك، ده يعني هو حاجة مع الكورونا، مع الكوفيد. شد في العضلات وشوية وجع في العظم ممكن يبقى موجود. بالنسبة للجهاز التنفسي بلاقي فيه احتقان شديد في الزور، الواحد زوره زي ما يكون متقطع، أنا مش عارفة أبلع حاجة، وداني مسدودة. ممكن سيلان الأنف يكون موجود بصورة أقل شوية من التك الأولانية. بس خليني أطمن الناس برضو وأقول لحضرتك إن إحنا يعني كمعلومات طبية أساسية، أنا ما يعني يهمني طبعا معدل الانتشار وهو واصل لحد فين دلوقتي، بس برضو بنبص على الجانب الآخر، على الناس اللي محتاجة رعاية صحية فائقة أو عناية مركزة. يبقى احنا كده بنتكلم أصحاب المزمن أو الكبار السن. بالضبط، احنا بنبص دايما على النسب دي. يعني دلوقتي احنا في وسط الموجة أو احنا في الموجة السادسة، هل أنا محتاجة نفس العدد من الناس أو نفس النسبة من الناس محتاجة رعاية صحية فائقة ودخول مستشفيات وإحنا مش ملاحقين؟ لا، الوضع يعني يمكن أكثر استقرارا في هذه طب المقطة. إحنا عندنا المستشفيات اللي كانت قبل كده عزل رجعت تاني اتحولت عزل، هي طبعا مش كلها، يعني إحنا ما نتكلم مثلا على مستشفيتين على مستوى القاهرة، مثلا مستشفى العباسية ومستشفى حميات حلوان، إحنا كان عندنا كل ده مش مؤشر إن الوضع مقلق، صح؟ إحنا بنستعد. يعني هو الاستعداد ده مطلوب طبعا، لان احنا برضو الدنيا ستيل فيها جزء ضبابي، صحيح، فمش هينفع نسيب اما الناس تعيا وبعد كده نقلب المستشفيات عزل. لا، احنا بنجهز نفسنا الاول ان المستشفيات العزل متوفره. بس عايزه اقول لحضرتك ان في الموجه يمكن الثانيه والثالثه احنا ما كانش عندنا مستشفى ما فيهاش عزل، بما فيها المستشفيات الجامعيه، يعني احنا مش مستشفيات وزاره الصحه بس، كل المستشفيات بما فيها المستشفيات الجامعيه يعني كان فيها اجزاء كبيره جدا عزل. ويمكن نفتكر حتى في جامعه عين شمس اتعمل مستشفى ميداني كبير، ويعني كل مستشفيات الجامعه، صحيح. يعني فاحنا وكانت اللي هي تو ويز، مش كده؟ اللي هي كده يعني نص ونص. بالظبط، المستشفيات الكبيره جزء منها كان شغال يعني عادي، وجزء منها شغال عزل. وفي اجراءات كتير وقفت تماما اثناء يعني تروح حضرتك مثلا مستشفى عايزه حاجه كولد، عمليه مثلا مش مستعجله، قول لحضرتك لا هتتاجل لحد اما العزل ينتهي او لحد ما يعني الكلام ده. لسه احنا الحمد لله حتى لو معدلات الانتشار كبيره، بس يعني الحمد لله ستيل الناس اللي محتاجه رعايه فائقه ورعايه مركزه ودخول المستشفيات نسبتها بالنسبه للموج اللي فات، احنا بنتكلم مقارنه بالموج اللي فات يعني محكومه الى حد ما. هو احنا يعني بعد ما تعاملنا مع خمس موجات، احنا بالنسبه لنا على مستوى المحلي اصبح لدينا مناعه بقى مجتمعيه في اطار ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الفيروس؟ طبعا المفروض ان احنا كلنا خلاص عرفنا يعني نحمي نفسنا ازاي. المهم مش شايفين ناس لابسين كمامات ليه؟ بالظبط. هو احنا يعني محتاجين ان احنا على الاقل في الاماكن المقفوله وفي وسائل النقل والمواصلات والاماكن الزحمه ان احنا نلبس الكمامات، يعني ده مهم جدا لتقليل معدل الانتشار. المحافظه على غسيل الايدين ونظافه الايدين ده مهم جدا ولازم يفضل موجود في وجود الكورونا او في عدم وجودها. في كتير فيروسات غسيل الايدين وبكتيريا وميكروبات كتير جدا، غسيل الايدين قادر ان هو يخلصني منها ويمنع العدوى بتاعتها. ايوه، فهي حاجه صحيه يعني طبعا تهويه صحية. الاماكن وتطهير طبعا. الاسطح في حاجات كده احنا يعني ايه بننساها مع الوقت للاسف طبعا. لكن احنا عايزين نسال برضه، هو الى متى هنفضل واخدين وضع الاستعداد ده لموجه جديده الكورونا، سواء احنا عايشين موجه او ان احنا بنستعد او بنتاهب للمحافظه على نفسنا من موجه جديده؟
يعني مثلا امبارح او اول امبارح منظمه الصحه العالميه بتقول احنا ابعد ما يكون عن الوصول لخط النهايه في الكورونا. ده حقيقه. يعني على ارض الواقع ما اظنش ان احنا حد هيبقى عنده اجابه شافيه وافيه احنا هنخلص امتى الموجات المتتاليه اللي احنا بنعاني منها. ما ينفعش نقارنه باي مثلا موجه سابقه من الفيروسات. هم الفيروسات عارف حضرتك عامله زي البني ادمين كده، كل واحد ليه شكله وطبعه وصفاته. يعني حتى لو احنا لينا عصيه شويه يعني بيبقى صعب شويه ان احنا نقرر ده، بس على الاقل يعني وجود التطعيم مع بالنسبه لي انا زياده معدلات انتشار وفي نفس الوقت معدلات الوفيات او دخول المستشفى الى حد ما ما زادتش بنفس النسبه. فدي حاجه تقول لنا ان احنا يعني الحمد لله اطار السيطره موجود في ظل وجود التطعيمات والاجراءات الاحترازيه. ممكن قوي نعاني من موجه كل سنه او كل سيزن، او يبقى التطعيم زي تطعيم الانفلونزا احنا مضطرين ان احنا مثلا في ميعاد معين من السنه ناخد بوستر دوز كلنا في نفس الوقت. كلها انا شايفاها الحمد لله اجراءات بسيطه، يعني لو ده اللي هيعمل الكنترول ان احنا نطعم جرعه رابعه او ان احنا نفضل ماسكين لابسين الماسكات، فالحمد لله ان احنا في ايدينا حاجه نعملها وان في تطعيم نقدر ناخده وان هو متاح للناس كلها، ما فيهوش ريستريكشنز لفئه عمريه معينه او على مرض معين او هكذا. بس برضو يمكن هاخد من كلام حضرتك ان احنا الناس اللي بيعانوا من امراض مزمنه وامراض مناعيه وامراض في الجهاز التنفسي عليهم اخذ حذر شديد اكتر من العادي. يعني دول احنا لسه بنخاف عليهم ولسه المتحورات ما دام موجوده وفيها تغيرات فلا قدر الله ممكن يعني يسبب مشاكل اكتر في الفئات الضعيفه دي. اليومين دول وزي كل موسم في الصيف بنسمع لا ده برد مروحه، لا اصل انا كنت نايم وفتح الشباك، لا اصل انا كنت نايم جنب التكييف، الكلام اللي احنا بنسمعه على طول ده كل صيف. فعايزين برضو نقول للناس ياخدوا بالهم ازاي من الموضوع ده، لانه احنا بنشوف ناس كتير بتكح وبتعطس والموضوع بقى يعني فريندلي جدا، احنا بقينا بنتعامل مع الموضوع انه يعني احنا مصاحبين الكورونا. ايوه لا طبعا هو ما دام حد بيكح او بيعطس المفروض ان هو يعني يعزل نفسه في بيته. مش حاجه يعني حاجه مش برد وينزل. لا طبعا ما دام انا مش في وسط لسه متحورات وموجات وابس اند داونز، فحتى شويه الزكام وتكسير الجسم لازم اعزل نفسي في البيت. لان انا لو حتى سليم وهقدر انا زي ما قلنا يمكن قبل كده مرارا وتكرارا حضرتك هتركب مواصلات هيبقى قاعد جنبك حد مريض مرض مزمن، واحد رايح ياخد علاجه الكيماوي مريض سرطان، واحد بيتحرك مضطر. فما ينفعش ابدا ان احنا نتحرك ما دام في اي عرض من الاعراض. دي رقم واحد. رقم اتنين ان حضرتك تحاول تاكل وتشرب كويس. دايما علاج الفيروسات اهم حاجه فيه الريست، وريست كامل يعني منتال وفيزيكال، يعني جسمي وعقلي ما اقعدش في البيت برضو اشتغل، لا اريح على قد ما اقدر لو في امكانيه. بتاثر جدا. خلينا شويه نتكلم على الاعراض او كوفيد طويل الامد ما بعد الكورونا. دلوقتي في اخر الدراسات اللي اتعملت على الموضوع ده وبيتكلموا انه الموضوع قد يؤثر على نسبه الحديد في الدم. يعني في زي ما حضرتك قلتي كلام كتير دلوقتي على البوست كوفيد او الاعراض طويله الاجل ما بعد الكورونا، والاعراض دي اغلبها اعراض مناعيه بتؤثر على جهاز المناعه وادائه، وبالتالي بتدخل العيان في اعراض هو ما كانش بيعاني منها. ناس يجي لها مثلا ربو، يعني ما كانش عندها ربو وبعد الكورونا بثلاث اربع شهور يجي لها ربو، او يجي لها التهاب في الجلد، التهاب شديد وحساسيه في الجلد، الاكزيما اللي بتطلع في الايدين اللي هي الحساسيه الجلديه الشديده اللي في الايدين دي بعد كورونا، التهابات المفاصل بكل انواعها مسجل انها حاجه من البوست كوفيد. الحاجات دي كلها اصلها الطبي تفاعلات مناعيه. ايوه يعني بيبقى انا كنت بسال حضرتك بدون قطع كلامك على موضوع نقص الحديد وان هو يعني ده الناس تطمن ان ده طبيعي انه ده بوست كوفيد كونديشن او الاعراض اللي هي ما بعد الكورونا حسب الدراسات. بالزبط. لكن امبارح مثلا قرينا خبر ان في واحد توفي بعد ما اخذ حقنه هتلر.
يعني عايز حقنه مقويه راح واخد الحقنه بس حضرتك الحقن الكوكتيلز اللي بتتاخد دي طبعا دي حاجه في منتهى الخطوره. مفيش حاجه اسمها حقنه برد ومفيش حاجه اخد حبايه كورتيزون على حبايه مضاد حيوي على حبايه ضد الحساسيه قلطه واخدهم الكلام ده طبعا يعني في منتهى الخطوره والضرر مش بس على الشخص اللي بياخده حضرتك المقاومه بتاعته المضادات الحيويه ويمكن ده موضوع يعني نبقى نفرد له وقت مقاومه المضادات الحيويه اللي احنا شايفينها دلوقتي في المستشفيات احنا السبب فيها مفيش حاجه اسمها اروح اخد من غير دكتور ما يكون شايفني شريط مضاد حيوي اخد منه 3 4 حبايات وابقى كويس ابطل لا الحاجات دي ليها بروتوكول وليها مدد لا لا طبعا ده حضرتك الميكروبات اللي في جسمك بتبقى عرفت المضاد الحيوي وتقعد بقى في الفتره اللي حضرتك سليمه فيها تجهز وسائل جديده انها تقاومه حضرتك انا ممكن انقله لحد تاني يسيبه بعدوى بعد ما كان سنسيتيف او قابل ان هو يتعالج بمضاد حيوي معين بقى ريزيستنت ليه وهكذا فطبعا الحقن اللي هي الكوكتيلات انا مش عارفه هتلر دي ايه الكونتنت بتاعتها بس واضح انها كوكتيل طبعا ده في منتهى الخطوره احنا اعطاء اصلا الحقن الجديده او حاجه انا ما خدتهاش قبل كده حتى لو هي مضاد حيوي بيتاخد عن طريق الحقن اي شخص فينا عرضه ان هو يدخل في حساسيه مفرطه ويموت طبعا دي حاجه لازم اكون جاهز بالمضادات المناسبه اللي تخليني اقدر الحق الشخص ده صحيح يعني اعتقد الموضوع محتاج وقفه خاصة الحقن اللي بتاخد كوكتيلات كده لان الموضوع يعني اقرب الى ان هو يكون مأساوي اكتر من احنا ربما احنا بنسمعه كده يعني بنمر عليه مرور الكرام لكن هو فعلا والبيع المضادات الحيوية اون كاونتر من غير روشتة حديثة صحيح. ده موضوع في منتهى الخطورة دكتور هايدي سمير استاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعة بكلية الطب حلوان بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا انا مبسوطة تخلي بالها وتلبس الماسكات مرة تانية منظمة الصحة العالمية امبارح بالليل كانت بتتكلم على ان الحكومات محتاجة ان هي تقول لشعوبهم ان هم يرجعوا تاني يلبسوا الماسكات وناخد الجرعة الثالثة لو احتاجنا جرعة رابعة ما نترددش وناخدها بشكرك شكرا جزيلا دكتور هايدي سمير ان شاء الله ربنا يحمي الجميع ويجعله بردا وسلاما عليهم بإذن الله شكرا جزيلا شكرا ليك بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام دي كانت فقرتنا عن الكورونا وهنتابع مع حضراتكم باقي فقرات 8 الصبح بعد الفاصل فقر الأطفال مع زميلة داليا أشرف بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم من جديد موعدنا دلوقتي مع الفقرة الخاصة بالمذيع الصغير هيشاركني النهاردة تقديم هذه الفقرة محمد عمرو 11 سنة ولكن تعالوا نرحب بضيفي الكريم اللي هنتكلم النهاردة معاه عن انه ده اللي اختاره عمرو او محمد عمرو انه ازاي استغل وقت الاجازة اللي احنا فيه في ان انا اعمل حاجة مفيدة واكتسب مهارات مختلفة وانظم وقتي ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفي العزيز الدكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه صباح الخير على حضرتك اهلا بيك يا داليا صباح الخير حضرتك مستعد لهذه الفقره طبعا ده اختبار مهم خلاص تعالى حضرتك نروح نشوف بقى النهارده بروفايل كده عن محمد عمرو ونتعرف عليه اكتر وبعد كده ننطلق بالمذيع الصغير بمحمد عمرو اللي هيكون معايا النهارده زميلي في تقديم المذيع الصغير صباح الفل صباح النور اخبارك ايه الحمد لله مستعد مستعد يلا انطلق
صباح الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم 8 الصبح، معكم محمد عمر. وفي بدايه الحلقه حابب اشكر جدا المذيعه الجميله استاذه داليا اشرف وكل القائمين على البرنامج اللي اتاحت لي فرصه ان انا اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا وهو قيمه الوقت، خصوصا ان احنا كلنا خدنا الاجازه او بعضنا لسه بيمتحن، فاحنا خلاص داخلين على الاجازه، فمهم جدا ان احنا نعرف معنى وقيمه الوقت. معنا النهارده الضيف دكتور طارق الياس، خبير تنميه بشريه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا محمد. في بدايه الحلقه حابب اسال حضرتك، هو ايه قيمة الوقت؟ ازاي نعلم الطفل يعني ايه قيمة الوقت؟ الوقت بالنسبة لنا هو حياتنا، هو بداية اليوم ونهايته، وبالتالي اول ما بنبدأ الحياة دايما نقول ايه الوقت اللي احنا اتولدنا فيه، هو الزمن بتاعنا ايه. عشان كده الوقت مهم، لانه مش معنى كده يبقى فيه صبح وليل، لكن الوقت احنا بنقضيه ازاي، بنعمل فيه ايه، بنستغله ازاي. لما بنقعد نذاكر وبنقول هناخد وقت قد ايه عشان نخلص المذاكره بتاعتنا، لما بنيجي ناكل نقول هناكل في قد ايه من الوقت، ده معناه ان الوقت ده ما هوش شيء ثانوي، ده اللي بيشكل حياتنا. انت وقتك في سنك، انك انت دلوقتي عندك 11 سنه او 12 سنه، بعد كده هتقول لما كان عندي 6 سنين، لما كان عندي 20 سنه، لما كان عندي 30 سنه، ده وقت. الوقت بيعدي والمراحل بتاعه حياتنا بتتقدم لقدام، ما بترجعش لورا. طبعا الوقت على بعض الناس اليوم بيعدي عليهم بسرعه. ايه يعني كل الانشطه المفيده لازم تتعمل فيهم واحد، ولا ممكن يقسموها على كذا يوم؟ هو السؤال ده مهم. عايز اقول لك ان الوقت ما بيمضيش بشكل سريع جدا على الناس الا لما بيكونوا سعداء. البني آدم اللي بيكون سعيد الوقت بيجري ويبقى مش عايزه يمشي، لكن أحيانا الوقت بيمشي ببطء على بعض الناس، مش كل الناس الوقت بيجري معاهم وبيجري بشكل سريع. ففي الحالتين الوقت بيمشي، الوقت بينقضي وبينتهي، لكن لما يبقى أنت عايز بقى تستغل الوقت ده علشان ما يفلتش من بين إيديك فتعمل أي نشاط، يبقى النشاط ده مفيد. أنا في رأيي إن الرياضة في سن صغير مهم جدا. وده بيبني جسمك وبيبني دماغك وبيبني تفكيرك وبيعلي كمان من قدرتك الصحية، خلي صحتك حلوة، خلي وزنك حلو، وزنك ما يزيدش. مهم جدا يبقى جسمك جميل، تبقى رشيق، وفي نفس الوقت تحافظ على صحتك، يبقى رياضة مهمة. وكمان ده بيخليك ما تهتمش إلا بأنك بتنمي الجانب الرياضي عندك، فده موضوع مهم جدا. أما القراية بقى عايزين نأكد عليها يا محمد، إن قد إيه السن ده لازم يتعلم القراية من دلوقتي، لازم يعرف إزاي ياخد نص ساعة كل يوم، إن الأب والأم مع أولادهم يعلموهم القراية. إحنا مشاكل الحياة دلوقتي إن القراية منخفضة وساعتها بقت إيه؟ بقت أقل، والسوشيال ميديا بقت أكتر، عايزين نهتم بالقراية أكتر. طب لو أنا دلوقتي في الأجازة والأجازة قربت تخلص طبعا، أنا طيب عايز أكون أكتسب قبل ما الأجازة تخلص، عايز أكتسب مهارات جديدة وأكون عملت حاجات مفيدة في أجازتي، المفروض أعمل إيه؟ حاجتين لازم تعملهم دايما. أول حاجة لازم تطلع رحلات مع بابا وماما ومع أصحابك، تبتدوا بقى تطلعوا تشوفوا الدنيا. كان زمان في حاجة اسمها قطار الشباب، كان بيعملوا رحلة، القطر يطلع من محطة، الولاد الصغيرين دول والشباب يزوروا كل محافظات اللي هو وجه بحري مثلا، أو يزوروا كل محافظات وجه قبلي، فنعمل لهم ثقافة المكان. إيه ثقافة المكان بقى؟ إنك تعرف أنت عايش فين، هي مصر بتتكون من كام محافظة، إنك بتروح في كام بلد وتشوف الدنيا أخبارها إيه. عشان كده دي حاجة مهمة لازم تستثمرها في الأجازة. طب إيه الأماكن اللي ممكن الأطفال يزوروها وينبسطوا منها جدا وفي نفس الوقت تبقى إفادة ليهم؟ أحيانا كان الأب بياخد ابنه ويطلع بيه على معرض زي معرض الكتاب، يطلع بيه مكتبة يفرجوا على الكتب الجديدة،
ياخده معاه متحف ويخليه يشوف الصور، يشوف التاريخ بتاع بلدك مثلا. فدي مهمة جدا انك ازاي بتتعرف عليه وازاي بتسمعه وتفهمه. ازاي نعلم ولادنا انهم يجوا معانا حفلات موسيقية مثلا ويسمعوا موسيقى حلوة، وازاي يتعودوا عليها وودانهم تتعود عليها. ايضا خد بالك ان في اماكن تبقى لذيذة قوي للاطفال، الملاهي مثلا. الملاهي ده مش معناه مضيعة للوقت، لكن كمان دي بتبقى حالة سعادة للطفل انه ممكن يبقى ايه، والمتاحف والمتاحف والمكتبات زي ما انا قلت له. طب هو هل تحقيق الهدف مرتبط بتنظيم الوقت؟ جدا طبعا. لا يمكن تحقق هدف في حياتك وانت بتهدر الوقت وانت بتستهلكه، مش هتلحق. الوقت ده معناه ان انت عندك اولويات وانك مهتم بحاجه مهمه، والحاجه دي كل ما هتبنيها هتكملك، هتزود النضج بتاعك. بدون اهتمامك بالوقت مش هتحقق هدف، لك مش هتلحق، انت عمال بتستهلكه وتستهلكه في حاجات كلها ثانويه مش مهمه. انا عايز اقول لحضرتك كمان ان محمد عمرو شاطر قوي في القاء الشعر وبيستغل وقته وبيستثمره، فعايزين برضو هو نفسه يقول لنا حاجه كده كنت انا وعداه بيها برضه عشان نعلم الاطفال ان هم ينموا مهاراتهم زي ما حضرتك بتقول في القرايه والرياضه مهمة جداً. وكمان ممكن الشعر، فممكن تقول لنا كده حاجه لمده دقيقه؟ ماشي. كاميرتك اهي. بسم الله، بسم الشعب، بسم الأمة وبسم النيل، بسم الفرحة اللي بتغطي وش العيل وش الشيخ، اشهدوا ياللي بتسمع صوتي هات قلمك واكتب يا تاريخ، يا تاريخ اكتب ليه دلوقتي لبعد الأربعين، قولي ايه الفرق بيننا واحنا مين، اللي عبروا زيهم زي اللي صاروا وكلنا في القوة مصريين، اللي وقفوا ضد ظلم الأجنبي واللي واقفين ضد ظالم ولا جاهل أو غبي، هم قالوا الأرض توزنها الجبال وإحنا قلنا الأرض توزنها رجال، هم نسيوا إحنا مين، هم نسيوا إحنا مين، إحنا ناس طيبين، لما عمي اللي رجع منصور جريح إحنا أمة لا إله إلا ربي رب موسى والمسيح، أرض شالت أنبياء يوسف الصديق وعيسى وغيرهم أولياء، غالية بلدي ومغرية، واللي هيفكر يقرب أو يمس ضربها فوق لا يفوق، إحنا صحيين للنهار لا تخافي، ياللي شايلك فوق كتافي، ياللي سميتك باهية، ياللي اخر نض فيكي هو اخر نض فيا، يا عظيمه يا ابيه، ياللي جندك ليكي فخر، هم دول ولادك يا بلدي وهي دي حكايتك يا مصر. بشكرك يا محمد يا عمرو، رائع جدا كمذيع ورائع يا دكتور كشاعر. بشكر حضرتك الدكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه، وبشكر زميلي النهارده محمد عمرو اللي بيستغل وقته برضه في تنميه مهاراته. والختام معاك يلا يا محمد لهذه الحلقه. أحب أوصل رسالة لكل طفل وأنا منهم، كل دقيقة هتعدي مش هترجع تاني، فلازم أنت تستغلها بالشكل الصحيح، ولازم تسأل نفسك أنت عملت إيه في الدقيقة دي، هل أهدرتها ولا استخدمتها أنك عملت إيه، عملت أنشطة مفيدة. أحب أشكركم وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. باي باي.